بالسجن تحت الفراش. خلاص انتهى الوقت قالوا؟ بس اضح نفسك. الخبر نفس الخبر. قال حصلوه؟ ها؟ لا. دير شوي بقول كلمة بقول كلمة. طيب وين مكانه طيب؟ علمونا. سريع انتهى الوقت. لما؟ بقول كلمتين وب ابي اقول لكم شيء يا شباب. بتيو؟ قعدوا قعدوا. تعال خماش. ربيع ادخل دقيقة بس. حساب ثري؟ حساب ثري دقيقة. قولوا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أولاً سحبوا مني المتجر اللي زايدت عليه بدون وجه أي حق. إذا كان السبب أنها عدم اكتفاء الشروط كان من البداية ما دخلوني في المزاد. تسمعون؟ أما الشيء الثاني مشروع أخوي عبد الله في فائدة لنا كلنا. والله يوفقه، لكن من ضعف كلام اليوم وفقرتهم ما واجهوني بالكلام. قالوا نحن مثل ما قفلت الغرفة نحن نستدعيكم ونطلعك منها. قلت لهم أنا اللي قفلتها وأنا اللي أرد أحييها مرة ثانية. لكن الكلام الأخير يا كلام اليوم، إذا وجهتوا شيء أو نزل إعلان لي حق إني أرد، مش أرد عليكم أنتم، أرد لصاحب القرار اللي قال هذا القرار، وأنا لي حق كمتسابق إني أرد على أي كلام، سواء كان اتهام، سواء كان سحب، سواء كان خصم. أنتم كلام اليوم فقرتكم تخدم المتسابقين لتوصيل أصواتهم للإدارة أو للإعداد أو للجمهور. لكن إذا ما بتعطيني الحق في هذه الغرفة بقولها هني وعلى الهواء وبقول الكلام اللي عندي. وعبد الله يستاهل. لكن المزاد وصل لخمسة آلاف ويحق لعبد الله أنه يعيد المزاد مرة ثانية ويدخل فيه سواء هو وإخوانه المتسابقين. لكن أنك تسحبه مني بدون وجه أي حق هذا خطأ وأنا لا أرضاه وهذا ظلم وأستاذ سعود ما يرضى بالظلم وانتهى الكلام. ما زيد على الكلام أخوي بخيت كلام بخيت قدم شو اسمه ذا مشروع المشروع حقه وسووا له دراسة وكذا ويمكنها ما نفع وأنا يعلم الله الهدف من المشروع نحن على ما يقول كل واحد استغنى من الفرصة ونغير مساره شوي يعني يصير الواحد يبث هنا ويصور سنابات هنا ويسوق الاموره اشوف انها حاجه احلى، وانا والله الفكره اللي في بالي انه يكون السعر معقول جدا ما يكون فيه جور. لكنهم وقفوا علي الموضوع على 5000، وكذلك كنت ابغى اتكلم لكن ما اعطوني الفرصه. الكبينه عبد الله الجعيداني اخوي ما عنده خبر انه يزاود، زاود علي عبد الله الجعيداني وانا اطالب انهم يعطوني على اخر مزاوده زدتها قبل يدخل عبد الله الجعيداني. الشيء الثالث يا طويل العمر والسلامه. كلام فهد معيام ما يقدم ولا يأخر والواثق لا يبرر. ومحمد السريعي عندي أخ عزيز وغالي وأنا أنا, 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 طيب. أنا أطالب فيصل ويوسف المزروعي أني أطلع أنا من الوظيفة اللي أنا فيها ويعطوني منهم لحق في هذا الشيء. أنا صار عندي كبينة وصار عندي طويل العمر والسلامة هذي، فأنا أعتذر منكم. محمد بعيدا عن حصانه بعيدا عن كل شيء تراه اخ كبير لعبد الله خماش وعزه واغليه، بعيدا عن حصانه بعيدا عن اي شيء، اذا هو بالماينس يستاهل المكان اللي انا فيه ولا هو من باب شيء لمحمد الا كلنا نفيد بعض. هذا الكلام في خاطري وسلامتكم. اما دقيقه ابو فيصل اخر كلمه. يوم دخلنا في المزايده انا ما كنت اعرف فكرتك ولا كنت اعرف هو مزايد على ويش ولا وش مشروعه، لان كل انكتب مشروعه على ورقه والعالم شافوه واللي هو المعد الفقر ابو البراء. ويوم عرفت عقب قال لي انا فكرتي 1 2 3 عرفت، قررت اني اشاركه بمشروعه. حلو الكلام لانه يفيد المتسابقين كلهم. اما مشروعي فدا راسك الله يطول عمرك وقليل في حقك وانت اللي سويته بياضويه والشباب اخوانك استاهل هذا من طيبك. ويوسف وفيصل انا اعتذر منكم. تكلموا محمد ترى محمد السريعي صل على النبي محمد السريعي ترى ياكل بيمين
ولا هو في حاجة ثانية، لكن أنا أشوف أنها بالماينس، وأنا يوم كنت بالماينس كانوا كل الناس يساعدون بعض. طيب دقيقة يا عبد الله، أنا صار عندي مشروع وصار عندي حاجات، فلا هو الكلام ما هو لمحمد، لأي واحد رصيده أقل أنا تنازل عنه. عبد الله أنا وظفت قبل لا يصير عندك الكبين، كان رصيدك 1008 وقلت يمكن تدخل برأي، هذا المبرر الأول. صادق. بعد ما صارت الكبينة وأنت الحين تنازلت على الوظيفة، أنا من الحين مكان عبد الله خماش محمد السريع براتب 500 ريال. استاهل استاهل، يطول عمرك. أنا تسلم. استاهل أبو علي والله، ما بعد أنت بعد. والله برد يا أبو علي. صل على النبي، قولوا لا إله إلا الله. أنا طالبك. حبيبي يا أبو خماش، أولاً حنا خوان. ما يحتاج. وإن شاء الله أن الشكات ما يهبين. ما بينكم شكات. الشيء الثاني، فأنا أعتذر عن قبول أي وظيفة. لا والله. دقيقة يا، هذا الشيء إن شاء الله أنها ما أنت ما قصرت فيه. وأنا لن أقبل في أي وظيفة تجي بهذه الطريقة. أنتوا أخوان. إيه؟ ولن يحصل بيننا أي شيء، وحنا راح نستمر. طيب. سواء في البرنامج أو غيره. اسمع دائما. أما هذه الأمور فأنا أعرف كيف أكل بيومناي، وأنا أعرف رصيدي كيف أخذه، ولن آتي بهذه الطريقة، ولن أحد يرضاها على نفسه. هذه الطريقة اللي أنتوا فيها. لكن مشاعركم وصلت. وشكرا لك والله يا صاحبي. والله الذي لا اله الا هو ابو علي بعيد عن شكرا لاي شخص يقدر خويه سواء علي. في هذه او في غيره بعيدا عن شيء ابو علي. تكفى لا طالب. لا 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 تسلم، خليني اكمل. والله لو اني انا وظفت ابو محمد. دقيقه ارجوك ما تناقشني في هذا الموضوع. انت على عين وعلى الله يرفع قدرك. والله يطول عمرك. قبل الكبينه عبد الله ما قدم لك الكبينه، وحطيت الوظيفه واخترت محمد الدوسري عبد الله. الامر بسيط وخماش يستاهل كل شيء. الله يهديك يا ابو علي، ما يلحقني فيك شك. لو انت وظفت خماش رصيد وظيفه تنازلتها. انا تنازلتها على الناس اللي اقل مني رصيد كلهم. انا على اساس انا عندي هذه الوظائف. شكرا لك. انا بقول حاجه بعد سريع. انت سمعت كلام اليوم وش اللي قالوا؟ وانا تون اللي حصلت رئاسه البلديه من اليوم. تعال تكلم من اليوم طافي. توني حصلت رئاسة البلدية إلا من تقريبا حول ساعة، وقالوا لي من توظف، ويعلم الله أن الكلام وسامي الموظفين اللي قلتهم أني كنت قايلنها لهم من زمان. قلت لهم في يوم من الأيام حصلت رئيس البلدية، ترى الموظفين محمد الفهري عبد الله خماش عمر السيد والله العظيم، وما حبيت أني أرد في كلمتي وأني أوظف واحد ثاني غيرهم. وانت تعرف اللي انا وياك ما بيننا حاجه، ما بيننا شيء يا ابو، وتعرف انهم يبوا يسووا فتنه بيننا. ابو جمع احنا اكبر من الكلام، احنا اكبر من الكلام. قول لا اله الا الله. الحين توظف فيها اخوك محمد، انت حر. هذا الكلام اخر كلام. الحين عبد الله خماش يقول انه تنازل من الوظيفه. انا زي ما علمت لك لن اقبل باي وظيفه بهذا الشكل. قول لا اله الا الله. لن يرضاها اي شخص. اذا في حد يرضاها بيتكلم يقول نعم ارضاها. حقك والله انا حقك ارجوك. حقك يا ابو خلوه اسمع. شكرا لكم، مشاعركم وصلت. انتم على العين وعلى الراس، سواء قبل الفقره او بعدها. انتم بيض الله انتم تبغون مو بنت يا يوسف او فيصل او غيره. حنا اخوان، ولا ما اجتمعنا هنا الا على الاخوه وعلى المحبه، ولا طلعنا بهذا الصيت الا على محبتنا. شكرا لكم، ومشاعركم وصلت وزي ما علمت لكم. ابو علي ما فيها مجال. لا لا نقبل ولا. طيب. ولا ترضى. من هو اللي اقر رصيد؟ عبد الله خليني من اللي اقر رصيد؟ تعال خماش. لا انا اعتذرت. من اللي اقر رصيد؟ عادي يا عيال. ابو مساوى كم رصيدك؟ ابو مساوى مش موجود، انت متفاهموا مع ابو مساوى. من اللي اقر رصيد يا عيال؟ تكلم عادي. خلونا نشوف راعي البنك بكره. يا شباب عشان تكونوا بالصوره. خالد عبد الله عليه خصم 3000. خالد عبد الله عليك خصم 3000. ما ادري خصموا ولا لا. خصموا ابو سامه. لا ابو سامه في اللي اقل من يورو. ايش قال؟ ولا اقدر اتنازل من وظيفتي هذه. والله يبيض وجهك. الله يبيض وجهك. الله يطول عمرك. كان رصيدي 10000 15000. خالد ما تنازل. انت قرصيد عليك خصم. انت اقول انا واحد. اسمع يا ابو جمعه الدافش قديمه واحد. خالد عبد الله الشمراني الباقي للشباب الاقل ثاني اقل رصيد تاخذه. خالد عبد الله الشمراني موظف عندي ب 500 ريال. الله يبيض وجهك. في نقطه لو ما كنت موظف يعلم الله اني لا اخذها، لكن انا الحين انا خالد. اسمع، لو ما كنت انا راعي الكبينه ولا راعي المحل الحين والله اني لا اخذها واستنى. عبد الله انا ذا الحين عبد الله عندي كبينه قبل. والله العظيم يا عيال، والله العظيم لا محسوبيات ولا في شيء في الخاطر لأحد. عبد الله خماش كان رصيده 1800 وكان هنا وقبل لا يملك الكبينه،
وكان مهدد انه يدخل برايب. صادق. ولما اخذت المطعم وظفتك عينت ومحمد دوسي نفس الطريق. صحيح. هذا من طيبك. لما اخذت المطعم اول ما جاء في بالي الاثنين ذول. بيض الله وجهك. لانهم يمكن يدخلون برايب. صادق. والحين دام عبد الله تنازل عن الوظيفه انا دام عبد خالد الشمراني عليه خصم 3000 ومحمد السريعي رفض وحقه وحنا والله لا يشكك لا في غلانة ولا في غلاه الوظيفه خالد عبد الله الشمراني عندي الله يبيض وجهك ويجمع حالك ليش اول شيء ثاني شيء خالد عبد الله ما قصر يوم اني في المطعم راع الظروف اللي صارت علي وقت المطعم الاول يوم كثرت المناسبات جاني ويعني هذا رد معروف بيض الله بيك مزارك جاني وقال انت يمكن ما تدخل شيء من المطعم انا والله ما اخذ الا 10% بيض الله وجهك هذا مضبوط ولو ما اخذ ال 10% كان يمديني خسران والحين واجب علي ودام هو الحين اقر رصيد يستاهل خالد عبد الله وهذا اللي قدمه يده الله يحفظك ابو استاذ اخوان واللي بيننا اكبر من ذا الشيء قولوا لا اله الا الله عندي كلمه اخيره شفتوا ان رايي كان راي عدل يوم قفلناها الغرفه انفتحت اليوم وردت المشاكل والكلام اللي يقولون ما في اي مشاكل نحن ما بيننا مشاكل ما بيننا مشاكل يحاولون يدخلون ويدبون الشك في قلوبنا سمعتوا؟ والله لو تمدد الشيخه عندي والشيخه اللي بيستلم بكره الشيخه اذا سوى قرار اقفالها مره ثانيه انا معه الله يطول عمرك يا بخيت الموضوع والله ورب الكون يا كلام فهد معيان واللي وراه والله ما ياثر والله ما ياثر لكن انا صار عندي الحين محلين يا عيال مبروك وعندي طويل العمر والسلامة ما شاء الله تاجر وعندي شرايين كوزي عندي طويل العمر اسامه كوزي وعندي طويل العمر اسامه بلدي فانا اعذروني قبول هذه ثنتين عيد قبول هذه ثنتين لكن والله ما عاد شوف الوظيفه غير وجهي طول عمرك منو انا قرار اتخذته ما تراجع قرار اتخذته فيصل طيري ما اول شيء ماني فضل رجاءً شباب ورصيدنا واحد وحلالنا واحد شيء ثاني لا والله العظيم انا ما اخذت 10% اني خسرت من هو؟ لا لا ابو مساوي شوف ابو مساوي صح 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 من هو اول واحد صح 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 من هو اول واحد يبث تيك توك صح زين عشان هذا الكلام اللي تقوله فراشك تطلعه من كوفي شروم ولا بسجل عليك خاصه ترجع الى غرفه النوم لو سمحت لو سمحت انا ثاني واحد انا خالد الشمراني ها انا خالد الشمراني يلا يلا انا بعرف ايه خمس ما اعرفه انا ذاك انا والله طالع واحد منهم انا اول واحد من اول واحد قالوا خالد الشمراني بس انا وخالد الشمراني اول واحد وثاني واحد انا ها تب لا خالد الشمراني انا مع بث ثاني واحد انا مع بث والله انا طالع عيب 5000 والله يا نص ساعه انها 200 ولا صلح لي 150 ايه ايه نص ساعه خلاص احنا متفقين ب 100 ساعه كثير قلل احنا الساعه امس متفق معنا ب 100 وبتثون معنا تقول ب 100 بتثون والحين 250 احسه دخل الشيطان لا لا خلي الشيطان يمشي خلي الشيطان يمشي كم تبغى 100 ب 100 الساعه ايه المحلين انت قلت لنا ما نشوف انت اللي قال كيف 3000 5000 يعني ايش؟ ماينس 8000 الحين عليه يا فهري لازم ياخذ 100% لازم ياخذ سعر يا اخي انا ما شاء الله على العطافه هذه صح 8000 كذاب هذا مو كذاب ما له دخل كذاب البث ب 100 طالع علي ب 5000 يوم انبسطنا لك تقول العاي 24 ساعه ايش يا خماش قولوا لا قول لا اله الا الله احنا قد علمناك نفس كام جعلني افديك جعلني افديك يا فهد طالع علي الحين الكبينه 2300 وذا ب 5300 وحواليها 400 يعني الحين يطول عمر اسامه قرب 8000 ماينس طيب بدرسها انا وانتو وبكره يجيكم علمكم كبس حبيبي اقسم بما حل القسم يا هذا البثوث اني ما ابغاها ماديه لنا الا كلنا نستمتع الله يوفقك تذكر الجد انت فاهم تذكر الجد يوم تقول عد زايد والله والله ما عليه ما عليه ان شاء الله خير نقطه يا اخوان الماكينه الاسبريسو ب 35 بدون كوب 50 اسبانيش بدون كوب 400 بدون جوال بس حلو بدون كوب تجيب كوب يعني اشرب لا لا اي تجيب كوب لازم تجيب كوب بكوب بالاسبانيش ب 100 كوب الخاص للمحل ترى يعني هي الاجور الاضافيه هذه اجور التشغيل اجور العمل اللي انا اشتغل فيها عرفت غيابي عن البث والاشياء هذه كلها محسوبه المفروض تاخذ بالحسبان يعني
اي واحد يبي قهوه طال عمرك؟ اي واحد يبي قهوه؟ بكره تنزل اشتريت الاشعار؟ رجان رجان باقي لك كوبين رجان ابو دعيرم لو سمحت رئيس البلدية يحتاج يحتاج كوفي من عندك مجانا شروط ما ابي ليش؟ سألني ليش؟ قول لي شلون؟ شلون؟ يمكن احصل حبة بن